وللحديث عن العواصف الرملية التي تضرب العراق ومعاناة النازحين في المخيمات، معنا عضوة لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك معنا دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله، حيكم وحي مشاهديكم الكرام. حياكم الله. كيف يمكن تقييم أوضاع النازحين في العراق ولا سيما في ظل العواصف الرملية وارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام؟ نعم، ما تزال أوضاع النازحين من سيء إلى أسوأ، خاصة وأنه لم يحدث أي تطور إيجابي نحو يعني إيجاد الخدمات الأساسية والضرورية للنازحين، لأن كما هو معروف أن المساعدات الحكومية غير موجودة وغير متوفرة، والنازحون يعتمدون في توفير معاشهم على المساعدات التي تقدم من قبل بعض الهيئات الإغاثية والمراكز الإغاثية، ولذلك فإن أوضاعهم خاصة كما تفضلت في هذه الظروف الصعبة والأحوال الجوية الصعبة، والتي هي ليست فقط العواصف الترابية في الوقت الحالي، فهي على مدار السنة هناك البرد، هناك الأمطار، هناك السيول، هناك الحر الشديد الذي القادم، والآن هي الظروف السيئة في ظل العواصف الترابية التي تضرب أنحاء العراق والتي تضرب المدنيين في كافة أنحاء العراق، فما حال هو النازحين الذين هم يعيشون في العراء، لا توجد هناك بيوت تحميهم، لا توجد هناك غطاء نباتي يوفر لهم الحماية، لا توجد هناك مراكز صحية تقدم لهم الرعاية قريبة منهم. نعم. حتى لو احتاجوا إلى حتى لو كانت هناك ظروف طارئة فإن يجب عليهم أن يذهبوا إلى أماكن بعيدة، وهو حتى التنقل ممنوع عليهم، ولذلك الحالات الخطيرة من الحساسية التي تصاحب العواصف الترابية والتي تتطلب تدخل طارئ، كيف يتمكن النازحون من الخروج من المخيمات والذهاب إلى أماكن بعيدة خاصة لتقديم المساعدة الطبية المطلوبة، خاصة للأطفال. نعم. المرضى الذين يعانون من الحساسية، للناس الكبار في العمر والذي يتطلب حصولهم على وهنا دكتورة الأكسجين. نعم. نعم. هنا دكتورة يدور التساؤل عن ما يمكن أن تقوم به الحكومة لإنقاذ المواطنين العراقيين وتخفيف هذه الأحوال عنهم، ولا سيما النازحين في ظل هذه العواصف التي كما تفضلت تسببت في حالات اختناق ومشكلات كبيرة أدت إلى وفيات في حالات معينة. هل يمكن للحكومة أن تقدم شيئا ما في هذا الإطار؟ الحكومة تستطيع تقديم كافة المساعدات التي تلزم المواطنين سواء النازحين أو غيرهم، ولكن الحكومة بسبب الفساد، بسبب عجزها، بسبب يعني تعمدها إهمال النازحين كطريقة للانتقام من النازحين من أجل أن تجبرهم على العودة إلى منازلهم، من أجل أو كانتقام طائفي من النازحين أو غيرها من الأساليب، لا توفر للنازحين ولا تقدم لهم أي مساعدات ممكن أن تنقذ حتى حياتهم، أن تستمر معيشة هؤلاء. يعني المخيمات والنازحون يعانون من توفر الحاجيات الأساسية من طعام وشراب وغذاء الضروري لاستمرار حياتهم، ومع ذلك الحكومة تستمر بإهمالها هذا المجال من أجل أن تنفذ فقط أغراضها وأهدافها التي تريدها. وكأن هذا نوع من العقاب الجماعي لهؤلاء النازحين فوق الظروف الصعبة التي يعيشونها بشكل يومي. نعم بالتأكيد، هو انتقام وعقاب جماعي لهؤلاء النازحين. لا ننسى أن هؤلاء النازحين نزحوا من المناطق التي سيطر عليها داعش، وجميع من كان يسكنون في هذه المناطق يصمون بالإرهاب والإرهابيين، إضافة إلى الميليشيات الطائفية التي تحارب هؤلاء النازحون بسبب انتمائهم إلى طائفة تختلف عنهم. ولذلك فإن استمرار أحوال النازحين في التدهور واستمرار شكوى النازحين سوف تبقى، لأنه لا توجد هناك حلول أساسية يعني ترغب الحكومة في توفيرها وحل مشاكل هؤلاء النازحين، سواء في بقائهم في مخيمات النزوح بصورة آمنة مع توفير الخدمات الأساسية والضرورية لاستمرار حياتهم على الأقل،
أو إعادتهم بصورة آمنة إلى مناطقهم. ولذلك أحوال النازحين هم بين نارين، لا يستطيعون الاستمرار في المخيمات ولا يستطيعون العودة، لأن هناك خطر يهدد حياتهم وخطر الميليشيات التي تسيطر على مناطقهم. ولذلك بالتأكيد هذا هو عقاب جماعي لجميع النازحين. لكن لماذا تعطى الميليشيات كل هذه السلطة لعدم إعادة النازحين لمناطقهم ومنع إعمارها؟ الميليشيات لديها أهداف في التغيير الديموغرافي في المناطق التي شهدت نزوح أهلها عنها. كانت العمليات العسكرية تحمل أهداف عديدة، ليست فقط التخلص من المنظمات الإرهابية وغيرها، ولكن أيضا من أجل تهجير القصر للسكان وعدم إعادتهم أيضا، وذلك من أجل إخلاء بعض المناطق وأحلالها بأناس آخرين، أو إزالة أصلا وجود هذه المناطق. لا ننسى أن الميليشيات ليست لها ولاء وطني، بل ولاءها يعبر الحدود إلى إيران، ولذلك فلها أهداف يعني تنفذ بها مصالح إيران في هذه المناطق، ومنها التغيير الديموغرافي من أجل أن يسهل عليها التنقل عبر العراق إلى أماكن تواجد الميليشيات في سوريا وغيرها من المناطق ولبنان، وتوصيل يعني المعونات العسكرية وغيرها، وأيضا حتى استحداث المعسكرات التي توفر التدريب لهذه الميليشيات وللحرس الثوري الإيراني وغيرها. ويعني الشواهد كثيرة في العراق على هذه المناطق التي تم إخلاء سكانها ولم يعودوا لحد الآن، في صلاح الدين، في جرف الصخر وغيرها من المناطق. نعم، أشكرك جزيلا دكتورة فاطمة العاني، عضوة لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.